حكى لي: من لست أشك بكلامه، من لست أشك في كلامه، أحد ممن أكل منه الدهر وشرب ونصب منه وتعب. رجل بلغ من السن عتيا، يقول: كنا في غربة الزمان في سالف الأوان قبل النهضة المباركة، وقعت حكاية غريبة عجيبة من العمانيين في بلد ما، أين لا أذكر ولا أقول. يقول: سافر 3 نفر من عمان إلى دولة من الدول، فآووا إلى تاجر عماني، تجار، واحد من التجار العمانيين، وهم يعني عزابة ما عندهم حد. فلما ينتهي عملهم، تنتهي أشغالهم، تجارتهم، يعني يشتغل مع الناس، مع مقاولين مثلا، يروح يرمس مع هذا التاجر قضية الليل، كل حد ينفس عن همومه. وذاك التاجر ما شاء الله إنسان وتعالى فاتح عليه ثري. فقال هذا التاجر: أنا أختبرهم هلا الثلاثة، هذا يجي كل يوم يضربوا معي الصينية ويرمسوا معي، نشوفهم هل صحبة أصدقاء صح ولا أبو كلام. لا، جاء يوم من الأيام يرمسوا معك العادة، لقيوا قافل الباب مغلق وجالس على قرن مسكين على زاوية يضرب أخماسه في أسداسه وحزين مكسور الخاطر، كما يقول العمانية منطق بزده تعبان. فقال: فلان مالك؟ سلامات، مو العلوم مو الأخبار، ما شيء، ما من يجاوبه، أولاد، أصحاب، التجارة، تسوى شيء عندك، صحة؟ قال لهم: لا ما شيء، ما تهتموا ولا تخطف في بالكم. قال: أبدا، نحن من الصحبة ما المهم. على العموم خرج لهم بروة، قال لهم: قريوا الشباب وتو ما يعرفوا معنى البروة، لكن الشباب يعرفوها، وانتوا رسالة خط من الوالي: إنك يا فلان بن فلان عليك مبلغ 3000 دينار مراد تسديدهن بعد شهر، وإلا بابك يغلق وتجارتك تصادر وأنت بنفسك تطرد ضرائب. وتو قال هذا، بعت دكان جاب لي 1000 دينار، 2000 من هنا أجيبهن، ما عندي اختبار. واحد يضرب له صدره ذاك الحين، قال: الألف عندي أنا، بكرة يجيك. الثاني قال له: 500 أعطيني بس شهر، أرسل رسالة إلى عمان إنكم بيعوا الضاحية الفلانية الموجودة كذا 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 كذا، ورسلوا لي لين يجي المركب بطاطا في المسك. ثالث هرب، ما عنده شيء، راح الشهر الأول الشهر الثاني وعاد وفتح الدكان. جاهم الرجال هذا مسكين طويلة عريضة، قال لهم: هذا 500 كلها دم. قال: ما لهم هذا تبون تبوسه والسلام عليك. قال: هذا 500 مالك، ما عندي، عندي هذا السكين وفيتك. قال: كيف وفيتني بسكين دم؟ قال: أنا قتلت الوالي. لا حول ولا قوة، مو هذا وسويت وفعلت. قال: من أجيب لك؟ ما عنده شيء. قلت: هذا قتله، ما جاي ذا. دقائق معدودة، ساعات محدودة، والوالي يخطف قدامهم. قال: اسميك أنت كذاب، غبرت. يقول: مو قاتل، هذا قدامه وخاطف والي أو الأمير أو شيء ما أعرفه، يعني هذا قصة من زمان أتذكرها. قال: أنا قتلته، ما بيته كذا. قال لي: لكن هذا أنت روح، منطردوه. قال: عرفناك ما صاحب. يدخل الوالي عزكم الله ويلقى حد في بيته ويلقي مقتول دواره وقيمة العزاء، وخلص الأمور وجلس يبحث يبحث من هذا اللي دخل بيتي وقتل. جابوا هذا العماني، قال: أنت فعلت كذا؟ قال: نعم أنا فعلت كذا. قال: وما تتردد؟ قال: لا، بعد اقتلني اقتلني. قال: إذا أنت إيش جاي تسرق، جاي مع تسوي شيء؟ قال: لا جاي أسرق ولا جاي أفعل فواحش ولا جاي، أنا جاي أقتلك أنت. أشكره مرة تقول لي إياها كذا كيش؟ قال: كيش ما في زعل. قال: إذا مو سويت لك أنا؟ قال: أنت سويت بروة صاحبة على 3000 دينار، ما عندي شيء. قال: تتخلص منك، عاد ما حد يطالبه، هذا أنا قدامك. بحث في المسألة لقيها إنها مجرد يعني خداع وإنها بس اختبار. المهم قال يقول له: ويبلغ بك الشجاعة والوفاء إنك تضحي بنفسك وتقتل الوالي أجل صاحبك. قال: وأكثر من ذلك،
هذا هو الصاحب. طبعا ما نروح يروح يقتل ولا شيء. قال انت العمالين فيكم شجاعة وفيكم وفاء لهالدرجة، انت من اليوم وزيري هنا تجلس معي، ما لقى مثلك. قال رايك تبغى تخليني هنا، تبغى ترخصني، تبغى تقتلني الحين بين الله يد الله تعالى ثم يديك انت. قال الاجلس، قال انت العمالين فيكم شجاعة، يقول فيكم وفاء غريب في البلاد، ما موجود هذه البلاد. طبعا هلاك تعذر وقال احنا باين نختبره هذا. قال كما هذا لا يختبر، يعني على العموم هذه من احد يعني الوفاء في الصداقه وفي الصحبه وفي الزماله